وايه التريد اوف في الديزاين بتاع
من الانالوج ديزاين بتاعنا يعني. بقيت بقى التوبكس اللي ان شاء الله هنتكلم عليها هنبدأ نتكلم على النويز سيركتس زي ما كنا كده بريفلي جبنا سيرتين كان الترم اللي فات. الترم ان الترانزستورز دي بتجنريت اتس اون ايه؟ اتس اون نويز او مش ترانزستورز بس زي ما نشوف اي كومبوننت يعني بعض الكومبوننتس الثانيه في الدوائر زي الريزستورز نقدر نشوف ازاي نتعامل مع النويز دي ونشوف تاثيرها على ايه؟ على الاوتبوت بتاع الدايره بتاعت النويز دي هتظهر ازاي؟ طب ما طالما في نويز يبقى هبدا لازم اتكلم على ايه؟ سيجنال تو نويز ريشيو مش كده؟ لان انا دايما في الكوميونيكيشن سيستمز ببقى عايز ماكسمايز الايه؟ السيجنال تو نويز ريشيو بتاعتي. خلاص هنبدا نتكلم على الكلام ده لان النويز زي ما بنشوف هي اتس راندم سيجنال انا ما اعرفش ايه اللي جاي نويز ممكن تبقى اي حاجه بس في طرق ان احنا نكوانتيفاي الباور بتاع الراندم سيجنال دي خلاص وازاي اقدر اقللها باي ديزاين. هنتكلم ان شاء الله على الكلام ده بالتفصيل. بعد كده هنتكلم ان شاء الله عن باور امبليفايرز. الباور امبليفايرز هي بيزكلي نوع من الامبليفايرز بس نوع مخصوص شويه. المين ثيم فيه او اهم حاجه فيه ان هو بيدليفر ايه؟ فيري هاي اوتبوت باور مش كده؟ طيب انت متخيل الامبليفاير زي ده بتستعمله فين مثلا؟ لو انت بتديزاين سيستم معين لو فرضت ان انا بديزاين راديو سيستم خلاص الراديو سيستم ده زي ما كنا قلنا ممكن يبقى فيه سيجنال عايز ابعتها على انتنا مش كده؟ فيبقى الباور امبليفاير بتاعي هيبقى اي ستيج؟ هيبقى اخر ستيج مش كده في الترانسميت تشين يعني ممكن الترانسميتر تشين دي تبقى بلوكس كتيره قوي في الكوميونيكيشن سيستم بتاعي بس هاجي على اخر بلوك قبل ما احط على سيجنال على انتنا لازم ادخل على ايه؟ باور امبليفاير. ليه بنسميه باور امبليفاير؟ لان هو لازم يدليفر الفيري هاي اوتبوت ايه؟ سوينج او الفيري هاي اوتبوت فولتج سوينج او باور مش فاهم عشان طبعا السيجنال دي لما تطلع في الانتنة بتتبعت تقدر ايه؟ تبروباجيت مسافه طويله وتوصل بالسيجنال تو نويز ريشيو مناسبه للريسيفر الناحيه ده. طيب ليه بقى الديزاين بتاع ده مهم او مختلف شويه عن اي جنرال امبليفاير؟ لان زي ما هنشوف عشان تديزاين ان انت بتديليفر فيري هاي اوتبوت باور بالطبيعه هتلاقي غصب عنك الباور كونسبشن البلوك ده بيحتاجه عالي قوي مش كده؟ يعني بالمنطق كده طالما هو بيدليفر فيري هاي اوتبوت سوينج هتلاقي غصب عنك ان انت محتاج تستعمل فيري هاي باور دي سي، دي سي باور عالي في البلوك ده تمام؟ طيب فايه بقى ايه المشكله في كده؟ بما ان انت بتديزاين السيستم كله خلاص مين اللي هيدومينيت الباتري لايف تايم في السيستم؟ هو اعلى بلوك بيسحب ايه؟ بيسحب باور. فعشان كده الناس عملوا تكنيكس كتيره جدا ان هم يدرسوا ازاي ايه؟ يقللوا الباور كونسبشن بتاع ايه؟ الباور امبليفايرز. خلاص؟ احنا هنتكلم بقى عن التفاصيل اللي هي هنريفير ليها از الافشنسي بتاع الباور امبليفاير. ايه الافشنسي بتاع الباور امبليفاير؟ كانها الريشيو ما بين الاوتبوت باور اللي هو يطلعه للايه؟ للدي سي باور اللي هو بايه؟ بيكونسيوم. طبعا كل ما الريشيو دي تزيد يبقى احسن ولا لا؟ يبقى احسن، ليه؟ لان معناه ان الباور امبليفاير بتاعي بيقدر يطلع او باور عالي قوي وهو بيكونسيوم ايه؟ دي سي باور قليل. فكل التريكس اللي هنتكلم عليهم في الباور امبليفاير ديزاين هي تكنيكس للايه؟ للامبروفمنت بتاع الافشنسي بتاع الايه؟ بتاع الباور امبليفاير. لو ازاي ديزاين باور امبليفاير يدليفر هاي اوتبوت باور او هاي اوتبوت سيجنال وفي نفس الوقت كونسيوم ايه؟ فيري لو دي سي باور كونسبشن عشان اعلي ايه؟ الباتري لايف تايم بتاعتي. خلاص كده ان شاء الله من التوبكس المهمه اللي هنتكلم عليها. طبعا ليها ابلكيشنز كتيره مش بس في يعني رسمت هناك ابلكيشن هو ايه؟ وايرلس سيستم الترانسميتر بس في بعض الابلكيشنز ثانيه مثلا زي الاوديو باور امبليفايرز وهكذا يعني في ابلكيشنز كتيره للموضوع. طيب اخر بقى حاجه ان شاء الله هنتكلم عليها الاي سي فابريكيشن. يعني احنا بدانا عاملين نتكلم عن الترانزستور وعاملين نعمل سيركت في الترانزستورز ونعرف ان في امبليفايرز ونعرف ان في اوسيليتورز وهكذا. وانتوا درستوا اوريدي في السنه الاولى كورس بتاع ايه؟ الديفايسز مش كده؟ كانوا فاهمين الترانزستور ده معمول عباره عن ايه مش كده؟ في انجكشنز معينه
ديفيوجن معمول بطريقه معينه، الجيت بيتعمل بطريقه معينه. بس احنا عايزين نتكلم ايوه في الكورس ان شاء الله في اخر جزء منه، مش بقى الديفايس فيزكس خلاص، بوظيفه الديفايس فيزكس واحنا اوريدي بنستعمل ديزاين ايكويشنز. احنا عايزين بقى نفهم الفابريكيشن ستيبس، يعني ازاي فعلا الناس بتجيب السيليكون، الترانزستور دي معموله معظمها من السيليكون ماتيريال، ازاي بيجيبوا السيليكون وازاي بيبداوا يعملوا ديبوزيشن لبعض الماتيريال عشان ايه يطوروا لك الترانزستور، وازاي تختار الترانزستور وجنبه مثلا ريزيستنس وجنبه كاباستور او اندكتور عشان يجي لك بعد كده ايه دايره زي اللي هنتكلم عليها في الابلكيشن سلايد. فان شاء الله دي كورس كونتنتس نحاول نوظفها يعني. في بعض الكونتنتس يعني دي مين كونتنتس اللي انا اتكلمت عليها يعني. هنشوف الفولتج ريجليترز دي حسب الوقت مناسب ولا لا. طيب تعالى انت بقى النهارده ان شاء الله اول ايه topic اللي هو بتاع الـ current sources والـ current mirrors، هتشوفوا يعني ايه ده من الـ topics البسيطة قوي يعني. طيب تقدير الدرجات ان شاء الله الترم ده هنحاول نقلل شوية اللود على الايه؟ على الـ midterm، يعني هنحاول نحط على الـ midterm وزن اقل شوية من الترم اللي فات. فدي percentages هم 30 درجة هو تقريبا من الدرجات يعني، هنحاول نحط على الـ midterm 15 بس، نحاول نزود شوية على الـ project ونحط 5% على الـ quiz أو ايه؟ أو assignment واحد أو اثنين على حسب ما نتفق إن شاء الله. بالنسبة للـ references بتاعتنا للأجزاء اللي هناخدها هم برضه نفس الـ two references، فيدرال سميث والـ fundamentals of microelectronics اللي هو تاكوزاكي ومعاكم ايه؟ الـ طيب انا بقى نتكلم على ايه؟ اول حاجه اللي هي القصه بتاعت الكرنت ميرورز، او ان جنرال قبل ما نتكلم على الكرنت ميرورز عايزين نتكلم على البايسنج. بمعنى ايه؟ انت عندك اي امبليفاير، كل الامبليفايرز اللي كنا رسمتها في اليوم اللي فات او بنتكلم عليها كنا دايما بنفترض ان انا يا اما عندي كرنت سورس ابايس بيه الامبليفاير، او ساعات بفترض ان انا عندي ايه؟ فولتج سورس. مش كده؟ مش ساعات كنا بنقول والله انا عندي كاسكود مثلا وحاطط ايه؟ بي بي على الكاسكود دوايس بتاعي كده. كنت عارف مثلا نفس الترانزستور كاسكود الامبليفاير خلاص، واقول والله دي ايه؟ بي بايس. وهنا ده اوسليتر او امبليفاير ورسم عندي ايه؟ كارنت سورس. فدايما البايسنج هيبقى اما عن طريق ان انا محتاج اجنريت فولتجز او ايه؟ كارنتس. طيب ايه بقى الصعوبه في كده؟ الفكره ان زي ما احنا شفنا مثلا في الترم اللي فات معظم الكاركترستكس بتاعت اي امبليفاير او اوسليتر معتمده على الايه؟ على الفاليو بتاعت الكرنت، مش كده؟ لو هو امبليفاير الجي ام بتاعت الترانزستور فانكشن هتضيف مين؟ الباس كرنت. طب لو الكرنت اتغير يبقى الجيم هيتغير ولا لا؟ الجيم هيتغير. وانت عاده لما تبقى عايز تديزاين اي امبليفاير تبقى عايز تجارانتي ايه؟ يعني الى حد ما الجيم ثابت كده، او تيجي ديزاين اوسليتور عايز تضمن ان الكرنت ماله مش هيتغير قوي عشان تضمن ان هو هيوسليت مظبوط زي ما انت عايز يوسليت، مش كده؟ فدايما الفاريشنز اللي هتجي لك في الكرنت بايس سواء او فولتج ممكن تبقى ايه؟ مضره ليك، فتبقى عايز دايما تنمايز الايه؟ الفاريشنز دي. فالفاريشنز دي بتجي حاجات زي ايه؟ كنا اتكلمنا يعني بريف يعني قبل كده، هم ثلاث حاجات بنسميهم بي وفي وتي. خلاص؟ ايه بي دي تي؟ هي بتبقى على ثاني. بي اللي هي البروسس فاريشنز. تمام؟ طيب ايه بي؟ هي الفولتج فاريشنز. الفولتج مقصود بيها ايه؟ سبلاي فولتج، مش كده؟ يعني البطاريه اللي الامبليفاير شغال منها، مش البطاريه دي ممكن مع الزمن تضعف شويه، صح؟ او في الاول ممكن تبقى اعلى شويه من الريت الفاري بتاعها، فممكن يبقى في بلس ماينس 10% مثلا فاريشن على الايه سبلاي، فده مقصود بيه ايه؟ سبلاي فاريشنز. طيب والتي التمبرتشر، يعني ممكن التمبرتشر الدايره بتاعتك اللي بتشتغل بيها لما تتغير تلاقي البروبرتيز بتاعت ايه؟ الامبليفاير بتاعك اتغير. طبعا دي ابسط حاجه اكزامبل عليها ايه؟ تتغير مع التمبرتشر الموبيلتي مثلا، مش كده؟ مش الموبيلتي بتاعت الترانزستور فانكشن في التمبرشر؟ طب الموبيلتي هتغير مين على طول؟ الجي ام، صح؟ طب
ده ممكن يأفكت مثلا الـ VGS بتاع الترانزستور. لو أفكتت الـ VGS هيعمل الـ GM على طول أغير الجيم، تمام؟ فده إيه اللي ممكن يسبب فولتج فاريشنز. طب إيه اللي هيغير، إيه اللي يسبب الـ Process Variations؟ Process Variations دي لما نيجي نتكلم على آخر جزء اللي هو بتاع Fabrication، هتشوفوا إن الـ Steps بتاعت الـ Fabrication هو بيحاول يجارانتي فيها a nominal value للبارامترز بتاعت الترانزستور. يعني مثلا هو يجي يقول لك والله الـ mu n بتاعت الترانزستور المفروض تطلع مثلا نفترض يعني 100 مايكرو ام بير فولت سكوير مثلا، ده انت ايه رقم يعني؟ هل هو كل مره بيجي يصنع ترانزستور هيجارانتي الفاليو دي بالظبط؟ لا، بيبقى فيه زي ايه؟ tolerances كده او variations، ممكن تلاقيه مثلا بلس ماينس 8 يعني ممكن تبقى 20%، تمام؟ فبتبقى ايه؟ الحقيقه بتبقى كانها مش deterministic value، مش كل مره هتيجي ايه 100، ممكن تلاقي مره جت 100، مره جت 110، مره جت 120، مره جت 105، مره جت 90 وهكذا. الحقيقه لو جيت تبص على الافريج values هتلاقيها random variable وليها distribution. خلاص الافريج value بتاعته هي كام؟ هي 100، بس ممكن تزيد او ايه؟ او تقل. فده اللي بنسميه process variations. خلاص ده مش بس على mobility، ده على اي constant معتمد على ايه؟ على process، ممكن تلاقيه invariant. طب ده هيأفكت الجيم بتاعي ولا لا؟ هيأفكت. فانا برضه نفسي ابقى بايس في حاجه تبقى insensitive لايه برضه؟ لل process variations. تمام؟ فعادة عشان بس تبقوا عارفين شكل الحاجات دي بتبقى عامل ازاي، لو جيت ترسم اي constant لل process هتلاقيه واخد شكل ايه؟ كأنه لما الفاريبل، تمام؟ لو ده القيمة بتاعته، يعني دي نيو خلاص، ودي نمبر اوف ايه؟ عدد الاوكيرنسز بتاعته. فالافرج فاليو بتاعته هي دي، هي دي كانت 500 نيو افرج، هي دي. لكن احتمالات بتقل ان هو ايه؟ تزيد قوي، او احتمال برضه بيقل ان هو ايه؟ يقل قوي. بس الافرج بتاعه دايما بيبقى حوالين ايه؟ التيبيكال فاليو اللي هو بيقول لك عليه، خلاص؟ طيب هنعمل بقى البايسنج ده ازاي؟ يعني زي ما احنا راسمين هنا البايسنج ممكن يبقى عن طريق حاجتين، يا اما عن طريق فولتج زي الامبليفاير المسدود اللي فوق، او عن طريق ان انا عايز اديزاين ايه؟ الكارت سورس ديفايس دايره بتاعتي. خلاص؟ طبعا الكارت سورس لو هو ايديال كارت سورس ارسمه بالمنظر ده. اي كارت سورس لو هو مش ايديال هموديل النون ايديالتي بتاعته ازاي؟ افترض ان دي على طول ايه؟ اوتبوت ريزيستنس. طب ليه الاوتبوت ريزيستنس دي بتمثل ان هو نون ايديال كارت سورس؟ لان معناها ان الكارت اللي خارج هنا هل دايما ثابت؟ لا، فانكشن في مين؟ في الفولتج. صح؟ يبقى لما الفولتج هنا يتغير هيبقى في كومبوننت ثابت اللي جاي من الايديال سورس، وفي كومبوننت ماله بيتغير ليه مع الايه؟ مع الفولتج. يبقى ده الاوتبوت ريزيستنس بتاعت الكارت سورس. الايديال كارت سورس طبعا الاوتبوت هتبقى ايه؟ انفينيت. طيب هما دول مني التو تايبس اللي انا هحتاجهم في الدوائر بتاعتي، تمام؟ احنا طبعا هنتكلم على الايه؟ على يعني في الكونتكست بتاع الكورس بتاعنا هنتكلم على جزء من البايسنج تكنيكس. الحاجات دي يعني تتاخد مور ان ديبث بعد كده ان شاء الله في كورسات يعني مور ادفانس في كورس سنه رابعه، خلاص؟ بالذات اللي هو الجزء بتاع الفولتج بايسنج. الفولتج بايسنج ده بنعمله دايما بنسميها الباند جاب سيركت، هنتكلم على تفاصيلها دلوقتي. هي في الاخر التكنيك ان انت تبني سيركت تطلع لك فولتج زي بي بايس ده ماله انسنسيتيف للبي والبي والتي. يعني في سيركتس اسمها باند جاب سيركت تقدر تطلع لك فولتج ذات از كونستنت ريجاردلس اوف ايه؟ بروسيس فاريشنز وتمبرتشر فاريشنز وايه؟ وفولتج فاريشن. خلاص مش هنتكلم عليها في الكورس بتاعنا بس عشان تبقوا عارفين ان ايه انت لسه. احنا هنركز دلوقتي اكتر على ايه؟ على الكارت بايس اللي هو اللي احنا بنتعامل معاه على الطريقه. طيب فدلوقتي الكارت بايس بس قبل ما نخش فيه هنشوف ازاي هنعمله. زي ما اتكلمنا بس الموديلنج بتاع الكارت سورس عشان نبقى فاهمين بقى الاجزاء الجايه. من اهم البارامترز بتاعته زي ما قلنا الار اوت، دايما انا عايز هاي اوت امبيدنس عشان الكارنت اي بايس ما يبقاش فانكشن في مين؟ في الفولتج اللي ابلايد على الكرنت سورس.
كرنت سورس في اي امبليفاير او اوسيليتور بس زي هناك، انت بتبعت الكرنت اللي خارج منه هنا ثابت على طول، ما يعرفش يتغير بعد ايه؟ مع الفولت ابلايد اكروس الكرنت سورس. فدي اول حاجه مهمه. تاني حاجه بنسميها الكومبلاينس فولتج. بس ايه الكومبلاينس فولتج دي؟ الكرنت سورس ده يعني انس بقى ار اوت، فانا افترض ان هو بيطلع لي مثلا 1 ملي امبير. خلاص؟ فجيت انا وصلته الدايره، الدايره بقى فوقيه كده مثلا، هو بايه؟ بيسحب الكرنت من الدايره تو جراوند. هيفضل يطلع لي 1 ملي امب، انا افترض ان الفولت ده ب 1 فولت مثلا. خلاص؟ ال 1 فولت دي هنشوف كمان شويه دي كفايه للكرنت سورس ان هو يديني كرنت مظبوط. طب افرض الدايره اللي فوق الفولت ده قل شويه بقى 0.8. لو الكرنت سورس ده لسه طالع لي 1 ملي امب، يبقى الكرنت سورس تمام شغال كويس مش كده؟ طب افرض بقى الفولت بقى دي اللي وصل 0.2 فولت مثلا. خلاص؟ في ليميت معين ممكن الفولتج ده هنا يبدا ياثر على مين؟ على الكرنت سورس ده، وهنشوف دلوقتي ليه. طيب لو اثر عليه تمام؟ ممكن يحصل ايه بقى للكرنت ده؟ تبدا تتغير، وهنشوف كمان شويه هتبدا تقل، مش هيقدر يطلع لك من 1 ملي امب انيمور. يبقى ساعتها ما ينفعش اوبريت الكرنت سورس ده بلو ايه؟ الفولتج ده، الفولتج ليميت ده اللي هو المينيمم فولتج اللي الكرنت سورس ده هيقدر شغال كويس لحد عام. ده بنسميه الكومبلاينس فولتج بتاع الايه؟ بتاع الكرنت سورس. خلاص بقى نشوف هو جاي من ايه دلوقتي كمان شويه. تمام؟ طبعا اخر نقطه بقى اللي بنتكلم عليها ان احنا عايزين الكرنت سورس ده يبقى ايه؟ اندبندنت على البي والدي والاي والبي. طيب نبدا نتكلم بقى بالتفصيل ان شاء الله دلوقتي ازاي نعمل الايه؟ الكرنت سورس. طيب طبعا دي بس سلايد هايلايت الاهميه بتاعت الكرنت سورس زي ما كنا لسه كده راسمين هناك. انت عايز الكرنت سورس عشان تديفاين الكاركترستكس بتاعت الامبلفاير. طيب تعالى نفكر في ابسط طريقه عشان نشوف ايه صعوبه الموضوع. واحد يقول لي طب ما هو الكرنت سورس ده مش انا ممكن استبدله بالترانزستور زي الرسم فوق. طيب الترانزستور اللي تحت ده انت افترضت هو شغال في الساتوريشن وانا ابلاي في دي عليه ماشي؟ لو هو شغال في الساتوريشن وانا حاطط له في دي الكرنت ده هيبقى كونستنت ولا لا؟ هيبقى عامل ازاي الكرنت بتاعه؟ الساتوريشن الكرنت بيشوف عامل ازاي بتاع المصر الموضوع بسيط. خد في بي عايز اجنريت في بي، انا مش عارف اجنريت ازاي.
فقلت لها طب ما نجرب ناخد ايه؟ بوتنشال ديفايدر كده من السبلاي ونحط ده هو الميدي بتاعنا. تعالوا بقى نكتب الايكويشن بتاعت الكرنت اللي هيخرج ونشوف هيبقى ايه سنسيتيف للكي يو في تي ولا لا. فلو جيت اكتب ده اكتب معدل الساتوريشن كي على 2 بي جي اس ناقص بي تي تربيت. بس بي جي اس نحطها من البوتنشال ديفايدر البي تي ناقص مضروب في الايه؟ ار 2 على ار 1 زائد ار 2. طيب في ايه بقى من هل حاجه بتتغير مع البي في تي ولا لا؟ ها؟ طبعا كل حاجه بتتغير. الكي فيها ميو ان سي اوكس دول بروسس في مين؟ سوري فانكشن في امبرتشر وبروسس مش كده؟ طيب البي دي ظهر هنا على طول ولا لا؟ يبقى الترمينال فانكشن في مين؟ بالضبط على طول. طيب ار على ار دي مفيش مشكله فيها صح؟ لان حتى مع البروسس لو في ار شفتت الثانيه هتشفت معانا فايه؟ الريشيو هتفضل منها ثابته فده ده اكشن كويس بس في مشاكل ثانيه كتير. طب بعد كده ناقصني مين؟ البي تي. البي تي ده عباره عن فانكشن برضه مين؟ تمبرتشر وفلوس. طيب اذا ماشي انا اعرف الديزاين كارنت سورس يوزنج ا سنجل ترانزستور ببساطه جدا زي ما شفنا ان انا هاوبريت الترانزستور ده فين؟ بالساتيوريشن. بس ده لي مشكله كبيره قوي هي ان انا ازاي جنريت البي بي اللي هتعمل ايه؟ اللي هتجنريت الكارنت خلاص؟ فيبقى انا عرفت اعمل كارنت سورس بس مش عارف برضه لسه ايه البايس فولتج بتاعه ازاي. دي اللي هنتكلم بقى عليها. هعملها ازاي بقى؟ هنعملها بحاجه اسمها كارنت ميرورز. ده عنده اوبت ريزيستنس ليه؟ لان احنا قلنا الترانزستور ده لو ببص على اوبت ريزيستنس من هنا هل اشوف مين على طول؟ اشوف الار او بتاعته. طبعا كل ما عايز اخليه ايدل هحاول اكبر الايه؟ الار او بتاعته. صح؟ طب اكبر الار او بتاعته ازاي الترانزستور ده؟ ما الار او بتاع الترانزستور فانكشن في ايه او زي ايه؟ واحد على ايه؟ واحد على نمبر اي دي. مش كده؟ طبعا لو الاي دي مش في ايدي لان انا عايز كارت معين يبقى حاول اغير مين؟ اللمبة. اللمبة غيرها ازاي؟ اعمل ايه في ال ال؟ هي ربط اللمبة بال ال بتاع الترانزستور. كل ما بكبر ال ال بتاعت الديفايس يحصل ايه للمبة؟ تقل اللمبة بتاعت الديفايس. يبقى انا كل ما عايز اقلل الاوتبوت ريزيستنس يبقى انا عايز اقلل اللمبة يبقى ازود الايه؟ ال ال بتاع الكرنت الميرور بتاعي. طب سؤال كتير قبل ما نموف على السلايد على الكومبلاينس فولتج مين اللي هيحدده هنا؟ بتاع الكارنت ميرور ده او الكارنت سورس ده. ايه اقل فولتج الكارنت سورس ده يستحمله او زي ما هنشوف هيبقى ميرور كمان شويه ده دي سورس ويفضل شغال صح؟ بالظبط هو يفضل شغال صح يبقى لازم يبقى انهي ريجن؟ ساتوريشن. يبقى الكومبلاينس فولتج هي يعني هقدر اجيبه ان في دي اس لازم تبقى اكبر من ايه؟ في جي اس ماينس في تي. صح؟ يبقى الكومبلاينس فولتج هيساوي ايه؟ اللي هو بي دي اس مينيمم يعني هو ده البي كومبلاينس مش كده؟ هتساوي بي جي اس اللي هي بي بايس يبقى هي بي بايس ماينس بي. يبقى هل اقدر اتحكم فيها ولا لا؟ ممكن اتحكم فيها ازاي؟ انا طبعا مش عارف بي بايس مش كده؟ ممكن اشيلها واحطها في دلاله مين؟ احسن الاي الاي بالكي مش كده؟ لما الاي هو اللي قيمته ثابته انا عارف انا عايز كارت كام اقدر اجيب ثلاثه الكارت من هنا ولا لا؟ ها يبقى 2 2 في الاي اوت مش كده؟ يبقى 2 الاي اوت على الكي واخد ايه؟ جذر الكارت صح؟ يبقى ده ايه؟ الكومبلاينس فولتج ده البي بي ماينس بي بي لو الترم ده ضربت بس ناحيتين وخدت الجذر يبقى لو الاي اوت ثابت كل ما عايز اقلل الكومبلاينس فولتج بتاعي يبقى المفروض اعمل ايه؟ الديفايس سايز اكبر الديفايس سايز يبقى كل ما انا عايز اقلل الكومبلاينس فولتج يبقى عشان يبقى كومبلاينس تقل يبقى هعمل ايه في الديفايس سايز؟ الكي يعني او اللي هي الدبليو والال هيحصل لها ايه؟ هيبقى عايز ازود الديفايس سايز بتاعي تمام؟ طيب بس لسه ما اتكلمناش على الايه؟ المشكله الاساسيه اللي هي ازاي اخليه يديني اكرنت ذات از انسنسيتيف تو ايه؟ تو بروسس مش كده او بي بي تي يعني هي ان احنا بنتكلم على حاجه اسمها الكرنت ميرورز. خلاص ايه الكرنت ميرورز دي؟ الكرنت ميرورز احنا زي ما هنشوف كمان شويه هتخلي عندي دايره واحده تديني ريفرنس
spend يعني time ان انا design ده انا واحدة بس تعمل كده وهنقل البروبلم بتاعتي ان انا خلاص انا عندي current بس current واحد بس طب افرض انا عندي كذا amplifier السيركت بتاعتي هحول المشكلة من ان انا بقى اخدت الكارت ده وعايز اعمل له اللي احنا بنسميه بقى ايه؟ ميرور يعني عايز اكريت منه نسخ ثانيه يعني هقعد اعمل له ايه؟ ده بنسميه كارنت ميرور ان انا هاخد الكارت ده اللي هو الجولدن ريفرنس بتاعي خلاص وبطريقه ما هجيب نسخ ثانيه تمام طبعا احنا الاسئله هنا من تحت هنا بتسينك كارنت من الدايره او من فوق هي هي نفس الفكره انك ايه؟ بتسورس كارنت للدايره خلاص فكده يعني فهمنا ان اقل مشكله منين لمنين؟ ان بدل ما انا عمال اتكلم طب انا هشتريت الكرنت في الدايره ازاي؟ هفترض دلوقتي ان انا عندي دايره تطلع لي الجولد ريفرنس ده وبعد كده هعمل منه نسخ ونشوف بقى كده هنعمل بقى ايه؟ الدايره دي ازاي؟ طيب تعالى نتكلم بقى على ايه؟ اول دايره هنشوفها في الميرور بتاع الكرنت وهي دايرة حاجة بسيطة أوي يعني تاني مرة عليها نص وباي كورت الاتنين يعتبروا ايه؟ ايدنتيكال. طيب اللي أنا بحاول أعمله إيه دلوقتي؟ بحاول ديزاين دايرة اسمها كارنت ميرور معنى إن هي جاي لها كارنت معين اسمه أي ريفرنس خلاص هنشوف بعد كده لو أنا عايز أخلي أي ريفرنس ده يبقى بي في دي انسنسيف هعمله إزاي؟ بس دلوقتي اللي عايز نركز عليه إن أنا إزاي هعمل دايرة اللي جوه المربع الأحمر ده يخش لها اي ريفرنس ويطلع منه نسخه ثانيه اسمها ايه؟ اي اوت. الغرض من الدايره دي ان اي اوت من يتراك اي ريفرنس يبقى ماشي زي بالظبط. تمام؟ طيب لو جينا نبص على الدايره دي ترانزستور اللي على الشمال متوصل ان هو ايه؟ دايركت كونكتد ديفايس مش كده؟ فطبعا ده في انهي ريجن على طول؟ ها؟ الاكتف ريجن مش كده؟ باي بولر عكس المصري مش كده؟ باي بولر لما البيس كولكتور جنكشن تبقى ريفرس يبقى في ايه؟ في الاكتف ريجن فيبقى الكيو ريفرنس ده في الاكتف ريجن طيب لو طلبت ان الكيو 1 برضه في الاكتف ريجن خلاص عشان يبقى في الاكتف ريجن لازم البي سي اي بتاعته تبقى بكام؟ تبقى اعلى من 0.2 مش كده؟ طب البي سي اي سات كانت 0.2 عشان يبقى في الاكتف شبه عشان يبقى في الاكتف يبقى ايه؟ بي دي اس بدل بي دي اس تبقى ايه؟ بي سي فبي سي لازم بقى اعلى من ايه؟ البوينت 2 طيب لو الاثنين في الاكتف خلاص فالمعادلات الكولكتور كارنت بتتوصف على طول بايه؟ اي اس اي تو ذا بي بي على ايه؟ على بي تي طيب لو انا حاطط الاثنين عندهم نفس الاريا يبقى معنى كده الاي اس ماله الاثنين؟ زي بعض طب البي بي اي هنا واحده ولا لا؟ نفس البي بي اي مش البيز وصل على البيز الميتر وصل على الميتر عظيم يبقى معنى كده يا رب الكولكتور كارنتس ضد بعض متساويين مش كده يبقى طالما موصوله بالطريقه دي يبقى البي بي هنا زي البي بي هنا والاي اس هنا زي الاي اس هنا يبقى الكولكتور كارنت بتاع الريفرنس زي الكولكتور كارنت بتاع ايه؟ كي 1 طيب عظيم يبقى لو جيت ابص كده على الكارنت ايكويشنز هل اقدر اجيب علاقه بين اي اوت واي ريفرنس ولا لا؟ تعالى نجيب الكارنت ايكويشنز الاول هو الاول اي ريفرنس ممكن اسيبه من الدايره على الشمال اجيبه ازاي اي ريفرنس؟ ها؟ احنا بنقارن ان البي بي اي بتبقى بكام؟ البي بي اي اللي هو البوتنشال ده ب 0.7 تقريبا طب يبقى لو كتبت كي بي ال هنا هي اللوب دي يبقى بي سي لازم تساوي اي ريفرنس في الار زائد الايه؟ 0.7 يبقى جيت اول معادله يبقى جيت اي ريفرنس بدلاله ايه؟ بي سي سي ناقص 0.7 على الار. طبعا يبقى معنى كده ان الرسمه دي قبل ما اكمل ان الاي ريفرنس فانكشن لمين؟ للسبلاي اوف ريزيستنس مش كده؟ فالدايره دي هيمشي مدياني ريفرنس كارنت ايه؟ كويس قوي. خلاص هنتكلم بعد كده ازاي اجيب ريفرنس كارنت ان سنسر للبي في دي. يعني انا شايف ان هنا هو سنسر لمين؟ للسبلاي على طول. خلاص طبعا حاجات ثانيه البي بي اي دي 0.7 برضه فانكشن في التمبرتش وفي البروسس بس خلينا تبقى فيرست اوردر ايه نكمل على كده. طيب انا يهمني اجيب مين؟ الاي اوت. طب مش انا عارف ان الكولكتور كارنتس متساويه؟ طيب تعالى بقى نكتب ايه؟ شويه ايكويشنز هنا. الكولكتور كارنت هو اللي ماشي فين؟ اللي ماشي جوه هنا صح؟ خلي بالكم ان في جزء راح فين؟
الفيس كرنس اللي هو ماشي فين؟ اللي هو ماشي هنا. صح؟ طيب الفيس كرنت ده يعني اللي احنا راسمينه ده هيبقى حاصل جنب مين؟ الفيس كرنت بتاع كيو 1 زائد الفيس كرنت بتاع ايه؟ كيو 2 مش كده؟ هو لو اهملنا الفيس كرنس دلوقتي مش يبقى لو افترضنا يعني الفيس كرنس بصفر يبقى كاني بفترض ان البيتا بكام؟ بانفينيتي. يبقى ساعتها ايه العلاقه بين اي ريفرنس واي اوت؟ متساويين على طول. وهو فعلا ده اللي انا عايز اعمله في الدايره دي، انا عايز اعمله الكارنت، يعني عايز اخلي اي اوت يساوي ايه؟ اي ريفرنس. بس وجود الفاينايت بيتا بتاعت الترانزستورز اللي هي البيتا ريفرنس او بيتا 1 دي هيخلي المعادله تختلف شويه. خلاص بس كل ما البيتا هتعلى يعني الترانزستور مثلا لو البيتا ب 100 او 400 هيبقى ايه؟ الاسامبشن ده فاليد ان هم تقريبا بيساووا بعض. خلاص؟ طيب فلو عايز اعمل الاناليسيس بقى بايه؟ فاينايت بيتا اعملها ازاي؟ ها؟ لو انا طلبت ان الكولكتيف كرنس واحده يبقى البيس كرنس واحده مش كده؟ يبقى على طول اقدر اكتب ان ايه؟ ان اي ريفرنس ايه اللي هاخد بي سي ال بس عند دول دي؟ اي ريفرنس هيساوي اي سي ريفرنس زائد 2 في ايه؟ في اي بي مش كده؟ لان الاي بي اسمها متساوي. خلاص يبقى بعد كده اشيل بقى ايه؟ الاي بي واحطه بدل مين؟ اي كولكتور على ايه؟ اي بيتا. يبقى اي ريفرنس 3 زي ما هي زائد 2 اشيل اي بي واحطها بدل ايه؟ اي ريفرنس على ايه؟ على بيتا. اي ريفرنس سي مقصود بيها ايه؟ اي كولكتور يعني بتاع الايه ريفرنس ريزستور. طيب وانس وصلت للمعادله دي يبقى انا كده جبت علاقه بين ايه؟ الاي ريفرنس والاي ريفرنس اللي الكولكتور يعني مش كده؟ طب ايه علاقه الاي ريفرنس على الكولكتور واي اوتبوت؟ هو يبقى الاي اوتبوت هو الاي كولكتور 1 اللي هو مين؟ الاي كولكتور ريفرنس اجيبه من المعادله دي اللي هو يطلع مين؟ نقسم بس ده على ده يبقى اي ريفرنس على 1 بلس 2 اوفر ايه؟ 2 اوفر بيتا. يبقى هو ده الايه؟ الاي اوتبوت بتاعي. لو البيتا تنس انفينيتي او بيتا كبيره يبقى الكلام ده تقريبا بيساوي مين؟ الاي ريفرنس. خلاص تخيل مثلا لو البيتا بتاعتك ب 200 يبقى انت بتجمع فاكتور من قد ايه؟ 1 زائد 2 على 200 اللي هي 0.1 مش كده؟ يبقى 0.1 يعني ممكن تريجلكتد جنب ايه؟ جنب الوايت. خلاص يبقى فهمنا الدايره دي عملت ازاي ميرورنج الكرب ولا لا؟ يبقى انا جبت ريفرنس وهشوف ازاي هيجيبه من اكل سيركت دلوقتي ورحت حاطط بس عملت له ايه؟ دايركت كونكشن وخدت البيس فولتج بتاعه ورحت وصلته على ايه؟ على كي 1 نقل لي الكرنت هناك على طول. صح كده؟ هو انا ليه اصلا افترضت ان يعني ليه قلت ان الكولكتور كرنس قد بعض؟ ليه قلت الكولكتور كرنس قد بعض؟ مش البيس بوت زي بعض؟ نفس الدي جي نفس الدي جي ميتر صح؟ طيب بص على المعادله مش المعادله بتاعت الترانزستور ان اي كولكتور زي اي اس ده بي دي على بي دي خلاص يبقى الاي اس واحده لان الاريا واحده. طب افرض انا عايز ادبل الكرنت اعرف اعمل له دبل ولا لا؟ يعني افترض ان انا عايز اي اوت يساوي توايس في اي ريفرنس او ثلاث مضاعف في اي ريفرنس اعمل ايه؟ اضرب الاريا بتاع كي 1 بالفاكتور اللي انا عايزه. ليه هي الاريا بتاع كي 1 دي هتخش زي المعادله هنا؟ اي اس دي فانكشن في الاريا دايركت بروبورشنال مع مين؟ مع الاريا بتاعت الترانزستور مش كده؟ يبقى لو عملت كي 1 ضعف الاريا بتاعت كيو ريفرنس يبقى ضربت على طول اي ريفرنس بكام؟ وانا ليه بعمل الشورت سيركت دي؟ انا بشيلها بلا اي ريفرنس بتساوي اي اوت. لو شلتها مين هيحدد البيس فولتج؟ هي الفكره كلها في الدايركت كونكتد ديفايس ده. لان انت اول ما بتحطه ايه اللي بيحصل؟ هو اللي بيحدد لك البيس فولتج بتاعك، فاهم قصدي؟ يعني انت بص للدايره اللي على الشمال لوحدها. انسى الدايره اللي على اليمين. لو انت عندك دايره بالمنظر ده. احنا مسميين ده اي بي سي ودي ار صح؟ لو انت سبتها كده مين اللي هيحدد البيس فولتج؟ مفيش حاجه صح؟ فانت اللي عملته ايه على الناحيه الشمال؟ رحت وصلت ده عشان تخلي الفيدباك ده هو اللي يحدد لك الايه؟ الفي دي. تمام؟ يعني انت الحقيقه ايه؟ العلاقه بين الكرنت والفولتج اكسبوننشال الباي بولر صح؟ فانت عملت ايه؟ انت خليت الباي بولر يحول لك الكرنت ده انتوا افولتج مش كده؟ ايه علاقه الكرنت بالفولتج ده؟ ها؟ عكس بقى الاكسبوننشال لوج هو حولت الفولتج لوج من الكرنت وخدت ده رحت حطيته على ايه؟
ترانزستور تاني عمل لك ايه؟ ها بالظبط كده، خد اللو فولتج ده حطه لك على اكسبوننشال تاني فرجعه لك ايه؟ لينير تاني كارنت. فاهمين اللي حصل ولا لا؟ يعني انت كانك استغليت معادله الاكسبوننشال دي، انت لو كتبتها بس بطريقه ثانيه ممكن تقول ايه؟ في تي بتساوي ايه؟ في تي لن اي سي على ايه؟ على اي اس صح؟ فكانك استغليت الترانزستور الاولاني ده، انت انفوست الكرنت انه يمشي فيه، فراح حول لك الكرنت ده انتو ايه؟ اللوغاريتميك فولتج. وخدت الفولتج ده راح حطيته على ايه؟ ترانزستور تاني. راح الفولتج ده دخل في اي بقى معادله؟ في معادله الاكسبوننشال. فالاكسبوننشال مع اللين طاروا مع بعض، فكان حول لك الكرنت ده انتو ايه؟ الينير الكرنت تاني ناحيه ثانيه. فاهم الفكره؟ طيب لو جينا نبص على الكرنت زيرو ده، احنا ده خلاص مقتنعين ده كرنت سورس. ايه الكومبلاينس فولتج وايه ار او بتاعته؟ ها؟ ار او بتاعته هي مين على طول؟ هي الار او بتاع مين؟ بتاع كي 1 صح ولا لا؟ لو جينا ابص عليها ابص عليها ازاي؟ ها؟ هقول والله ادي الترانزستور كتير يا بابا، انا عايز ابص على ار اوت فين؟ من هنا مش كده؟ هل ده هيفرق معايا في حاجه الحته دي؟ مش هتفرق في حاجه، انا ببص من الايه؟ من الكولكتور، فلو هو وصل باي حاجه مش فارق معايا، انا اشوف ايه هنا على طول؟ هشوف ار او. يبقى كل ما الار او بتاعت الترانزستور بتاعي قلت، يبقى ايه؟ الار او بتاع الكرنت ميرور بتاعي بقت ايه؟ اعلى. ممكن يكتب بس على السبوره دي عشان دي مش واضحه؟ اه. طيب ايه الكومبلاينس فولتج بتاع الكرنت ميرور ده؟ ها؟ كي 1 ده هيفضل شغال في الـ في الاكتف ريجن طول ما ايه؟ بالظبط طول ما البي سي اكبر من ايه؟ من بوينت 2. يبقى ده الكومبلاينس فولتج بتاعه. اول ما يخش قرب على بوينت 2 كي 1 هيخش فين؟ في السالب. ايه اللي يختلف بقى هنا؟ ايه اللي يبوظ الكلام اللي احنا عملناه بتاع الميرورنج ده؟ ها؟ تعالى نفكر كده، المعادله دي فاليد ولا لا؟ ها؟ المعادله دي بارد، المعادله دي بارد في الساتوريشن او في الايه؟ في الاكتف، لكن انهي معادله بقى مش بارد؟ بالظبط كده، البيتا اي لان هي هنا صح؟ الكولكتور كارنت ما عادش هيساوي ايه؟ البيس كارنت في البيتا، فهتلاقي المعادله دي بقى معاها باظت، فبالتالي مش هيبقى كارنت بيرد اني مور، تمام؟ طيب زي ما كنا لسه بنتكلم الرسمه اللي فوق دي، لو انا عايز ادبل الكرنت كنا لسه بنقول عشان ادبل الكرنت كل اللي محتاج اعمله ايه؟ ان انا ادبل الاريا بتاعت كي 1. احنا بس راسمينها هنا يعني ايه؟ عاملين سهمين للترانزستور عشان كانك يعني بتخمن بس اللي بتبص على الدايره دي ان الاريا بتاعته از كويس الاريا بتاعت ايه؟ كي 1. طيب طبعا سؤال تاني، طيب هل ممكن اكريت كذا نسخه من الكرنت ولا لا؟ ممكن ازاي؟ اخد نفس البيس فولتج ده اروح اوديه لكيو مين؟ كيو 2 صح؟ واخد نفس البيس فولتج ده اوديه لكيو 3 وهكذا. فهنا ليه اسمها كرنت ميرورز بقى؟ لان انا ممكن اعمل ايه؟ اميرور الكرنت براحتي زي ما انا عايز بقى. طيب بس كل ما بزود بيحصل ايه للبيس كرنت؟ ها؟ البيس كرنت يعني كل ما بزود واحد هيسحب بيس كرنت زياده من الكيو ريفرنس ولا لا؟ فاكرين البيس كارت او يعني لما انسحب في الحته دي كان اي بي زائد اي بي، لو رحت زودت واحد كمان هيبقى كام؟ اي بي زائد 2 اي بي، لو زودت 3 هيبقى اي بي زائد ايه؟ 3 اي بي، يبقى الايرور فاكتور هيسوق ولا لا؟ الايرور فاكتور هيبقى ايه؟ يسوق معايا. خلاص هنشوف ليها حل دلوقتي. طيب قبل بس ما نكمل في نوع برضه معدل شويه منه اسمه الويبلر كارت ميرور. خلاص؟ ايه الفرق؟ قال لك طيب انت دلوقتي عايز تكريت فاليو من اي اوتبوت يعني وذ ريشيو ريليتف لاي ريفرنس، يعني مش 1 تو 1، عايز اعملها مثلا خمس اضعاف. فبدل او مثلا او العكس الحقيقه عايزين ايه؟ ممكن نقول عايزين نقلل. فبدل ما تقعد تكبر في الريشيو بتاعت الترانزستور ريليتف للترانزستور خلاص؟
الايريا ما تكبرش قوي. قال طب ما تعالى نفكر في حاجه ثانيه، انا ممكن احط نفس الترانزستور ايدنتيكال بس العب في الريشيو ما بينهم عن طريق اضافه مين؟ ريزيستنس. ليه؟ هتفرق معايا في الريزيستنس دي، لو ضفت الريزيستنس دي ايه اللي هيفرق في المعدلات؟ الناحيه دي زي ما هي صح؟ المعدل دي هتفضل زي ما هي اللي هي ايه؟ بي سي ناقص بي سي مع ار مش كده؟ طيب تعالوا بس نهمل الحته ده ايه؟ البيس كارنت دلوقتي عشان بس نسال على نفسنا. فهنفترض ان البيس كارنت ماله بصفر او ان البيتا يمكن اربعه دول. يبقى كاني بقول ان الاي ريفرنس هو مين؟ هو هو الاي فاكتور كده. اهملت البيس كارنت ده والبيس كارنت ده. طيب احل بقى المساله دي ازاي؟ هجيب معدل الوقايه من ايه؟ الفرق دلوقتي في البي بي اي ما بقتش بتساوي ايه؟ البي بي اي مش كده؟ البي بي اي دي بقت تساوي مين دلوقتي؟ حصل الجمع ده مش كده؟ فاكر المعدل الوقايه اللي عندي البي بي اي ريفرنس بتساوي بي بي اي 1 زائد مين؟ الاي بي ار. الاي بي ار هو مين؟ الاي اوت في الايه؟ في الار سي. وطبعا كل اي ايميتر بس لو انا فاضيين بيتا انفنت فيبقى هي مين؟ الاي بي ار. هيبقى المعادله الثقافيه البي بي اي ريفرنس هي بي بي 1 زائد الايه؟ الاي ايميتر في الاي اي. خلاص؟ عشان اكمل بقى اجيب علاقات بالكرنت يبقى لازم اشيل ايه من المعادله دي؟ الانونز عندي لازم اشيلها هي مين؟ البي بي اي. انا عايز اجيب علاقات الكرنت ببعض يبقى اشيل البي بي اي واعوض مين؟ ها؟ باللوجاريتمك ايكويشن اللي هي بي بي اي بتساوي بي تي لان ايه؟ اي سي على اي اس مش كده؟ فيبقى اعوض هنا يبقى دي اللي بي تي لان اي كولكتور ريفرنس على اي اس ريفرنس خلاص كده مش كتبت هنا اي او بس هي مقصود بيها اي اس ريفرنس ودي اللي بتشيل بي تي لان اي سي 1 على ايه؟ اي اس 1 برضه. طيب لو فرضت ان الترانزستورز المره دي ايلكتريكال يبقى لها مره من الاي بي والاي بي زي بعض يبقى اللانز هيخشوا على بعض مش كده؟ ويحصل ايه؟ ترمينال كانسل الترمينال يبقى ايه؟ بي تي 11 اي سي ريفرنس على اي سي 1 هيساوي ايه؟ اي اي 1 في ايه؟ سبايرز. يبقى اذا لو انا جبت ده انا باي ديزاين الريفرنس كارنت بتاعي يساوي كذا وانا عايز اميرور منه ريشيو كذا يبقى انت عارف مين؟ الاي سي والاي اي مش كده؟ تقدر تحسبهم تقدر تحسب بقى الار اي مطلوبه هنا ولا لا؟ تقدر تحسب الار اي اللي انت المفروض تحطها هنا عشان ايه؟ عشان تميرور الريشيو اللي انت عايزها من الكارت. بس فدي بس ايه؟ نوع معدل من الكارت ميرورنج برضه دي بعض الابلكيشنز. طب الار اي دي هتضرني في ايه بقى في ناحيه الكومبلاينس او الار اوت؟ هتضر ولا هتنفع؟ من ناحيه الكومبلاينس هيحصل ايه؟ ايه المينيمم اوت بوت فولتج هنا؟ بي سي اي اللي هو 0.2 زائد مين؟ الاي بي ار لان انت عايز المينيمم بتاع ده يبقى هو المينيمم بتاع ده زائد مين؟ زائد ده يبقى الكومباين فولتج الجديد بتاعك هيبقى 0.2 زائد الايه؟ الاي بي ار فيدعيني شويه فيبقى دي الديسادفانتج بتاعتك. طيب الار اوت حسنا ولا سواء؟ حسنا مش كده؟ ليه الار اوت من هنا بيحصل ايه الضرب ده؟ بيتضرب في ايه؟ الجي ام ار او صح ولا لا؟ يبقى الار اوت هنا هو ايه؟ ار او 1 زائد ار اي زائد ايه؟ ار اي في جي ام ار او فيبقى عندنا في الايه؟ الاوت امبيدنس بتاع الكارنت ميرور بتاعك يبقى ده احسن كمان من الناحيه دي. طيب تعديل بقى بسيط للدايره بتاعتنا بتاعت الكارنت ميرور عشان نحل المشكله اللي قلنا عليها بتاعت الايرور كيرف. فاكرين الايرور كيرف دي في البيتا فاكتور نستعمل دايره خلاص يعني الناس بتسميها بيتا هيلبر خلاص هي زي ما نشوف دلوقتي الدايره دي كانها بتساعد البيتا انها تبقى اعلى تمام بحيث ان تقسيمها يروح. طيب ايه فكره بقى البيتا هيلبر ده؟ أي ناحية اختلفت المرة دي؟ ناحية العشرين مش كده؟ اختلفت شوية. تعالوا نبص عليها كده. إيه اللي اختلف؟ لو جيت تفكر فيها كده. طبعًا الكرنتس كيو ريفرنس وكي 1 نفس الكونديشنز. هي عندهم كولكتور كرنتس متساوية. يبقى عندهم بيس كرنتس إيه؟ متساوية. أي دي يساوي أي دي. يبقى إذا الكرنت اللي داخل هنا هو أي دي وهنا
اي بي، فبرضه اللي نازل تحت هنا هيبقى 2 اي بي صح ولا لا؟ واقدر احط اي سي على بيتا هيبقى ده 2 اي سي على بيتا. الفرق المره دي ان انا ما سحبتش الكلام ده على طول من ايه؟ ما سحبتوش على طول من هنا كده زي ما كنت عامل قبل كده صح؟ زودت الترانزستور اللي احنا بقى بنسميه بيتا هيلبر. الترانزستور ده عمل ايه؟ خلي الكرنت ده مشاك مين؟ الميتر بتاعي. طب لو الكرنت يبقى الميتر كرنت بتاع الترانزستور الاضافي ده بيساوي ايه؟ 2 اي سي على بيتا. طب الترانزستور ده لو هو شغال في الاكتف ريجن يبقى البيس كرنت بتاعه هيساوي ايه؟ اي ايميتر هيقسمه على ايه؟ بيتا بلس 1. يبقى هيقسم الكرنت على كام؟ على بيتا بلس 1. يبقى الكرنت اللي هو هيسحبه حقيقه من البيس بتاعه اللي هو احنا راسمينه هنا ده مش ده اللي هيتسحب من البيس بتاعه؟ هيبقى كام؟ 2 اي سي على بيتا على كمان ايه؟ بيتا بلس 1. مش الكرنت ده هو اللي بيسبب الايرور كيرف في المعادله؟ احنا سددناها شويه. يبقى لو جيت اكتب المعادله المره دي يبقى ايه؟ بكتب اي كولكتور بتاع كي ريفرنس واي ريفرنس. هعمل بس الكي سي ان عند النود دي. يبقى الاي ريفرنس هو ايه؟ هو الاي سي زائد الايرور كيرف. طب الايرور كيرف ده بمجرد نظر كده قل اكتر ولا لا؟ قل. اتضرب في بيتا بلس 1 زياده، يعني بدل ما كان زمان بيتقسم مثلا على 100 البيتا ب 100 دلوقتي اتقسم على ايه؟ على ايه؟ على 10000. يبقى قللت الايرور جدا ولو كملت بس المعدات تمام؟ اقدر اجيب اي ريفرنس بدل الاي سي وارجع بقى اعوض اجيب ايه؟ اي اوت. يبقى اي اوت هو اي سي هيبقى اي ريفرنس على الكلام ده يبقى المره دي اتقسم على 1 بلس 2 ديفايد باي ايه؟ بيتا بيتا بلس 1 اللي هي لو اهملت الواحد ده يبقى 2 على ايه؟ على المتكرر يعني. فيبقى قللت قوي ايه؟ الايرور كيرف اللي ممكن يتسحب من الايه؟ من الريفرنس كارد. فبالتالي الاوتبوت بقى يتراجل ايه؟ الريفرنس. خلاص؟ خلي بالكوا بس من ميزه واحده، ايه الفكره ان انت تقلل الايرور؟ طب انا لو عارف الايرور ان هو مثلا يعني 10% مش انا ممكن اريح دماغي من الاول واروح اعمل ايه في ماي ريفرنس؟ ادبر له 10% واريح دماغي مش كده؟ طيب بس ايه بقى فين الغلطه في الكلام ده؟ يعني الكلام مظبوط الى حد ما، مش لو الايرور ده بيقلل لي الكارد 10% ممكن اروح ازود ماي ريفرنس واريح دماغي؟ بس هو ايه القصه اللي احنا بنحاول نعملها كلها؟ بالظبط كده، احنا عايزين نبعد عن البروسيس سنسيتيفيتي صح؟ يعني انا نفسي الاي اوتبوت يساوي الاي ريفرنس بس مش عايزه يعتمد على اي حاجه فيها ايه؟ بروسيس مش كده؟ لكن مين ده اللي بقى بيعتمد على البروسيس المعلم؟ البيتا. يعني البيتا دي ممكن يقول لك البيتا بتاعت الترانزستور 100 مثلا بس اكروس بروسيس شايفين الرسمه بتاعت الموبيلتي اللي احنا سويناها هناك؟ اكروس بروسيس ممكن البيتا برضه يحصل لها ايه؟ تتغير، ممكن تلاقي في بعض الترانزستورز جايه لك البيتا بتاعتها مالها؟ قلت جامد قوي. فبالتالي يحصل ايه بقى هنا؟ الريفرنس بتاعك مش هيبقى او الميرورنج بتاعك مش هيبقى ايه؟ مش هيبقى اكيد. تمام؟ يبقى الفكره انت بتحاول تاليمينيت كمان الديبندنسي على ايه؟ على الترم اللي جاي من البروسيس. وطبعا نفس الايه؟ الار اوتبوت والكومبلاينس فولتج مفيش مشكله يعني. طيب نفس الكلام بقى نقدر نطبقه على مين؟ على الموسفيت مش كده؟ يعني هي بالظبط احنا بدأنا ايه حتى بالايه؟ بالاصعب بدأنا بالبايبولر. الموسفيت اسهل ليه؟ مفيش بيس كارد الموضوع بسيط جدا. طب الموسفيت لو عملت فيه نفس الكونسيبت ده خلاص؟ لو جيت رحت ماسك ترانزستور برضه وصلت الجيت بالايه؟ جيت بالسورس حطيت ريزيستنس فور ناو عشان اجيب الاي ريفرنس. يعني مش مشكله الاي ريفرنس دلوقتي زي ما قلنا بعد كده هنشيله ونحط ايه؟ ان اكيوريت ايه؟ كرنت سورس بدل الريزيستنس اللي فوق. اللي يهمني هي مين؟ الميرورنج اللي هيحصل اللي هو العلاقه بين هاي اوتبوت ومين؟ هاي ريفرنس. هاي اوتبوت ده ام 1 شغال في اني ريجن؟ ام 1 ساتوريشن. ام 2 في اني ريجن؟ على حسب بقى الايه؟ الفولتج اللي عليه، لو الفولتج اللي عليه سمح له ان هو يبقى في الساتوريشن صح؟ يعني البي دي اس بتاعته عاليه يبقى الاثنين في الساتوريشن. طب لو الاثنين في الساتوريشن هل الكرنت اللي ماشي في ام 2 معتمد على بي دي اس؟ ها؟ الى حد كبير ماله لو مفيش اوتبوت البي دي اس ماله؟
مش معتمد على بي دي اس، معتمد على مين بس؟ على بي جي اس. طب لو معتمد على بي جي اس يبقى اقدر اخدم المعادله زي ما عملنا كده، بي على الجين بي جي اس ناقص بي دي تربيع. انا طبعا اهملت مين في المعادله هنا؟ الار او اللي هي 1 بلس لاندا ايه؟ البي دي اس. فاز لونج از الار او بتاعتي عاليه خلاص ويبقى الكرنت بس فانكشن في بي جي اس، فلو التو ترانزستورز دول ايدنتيكال بمعنى ليهم نفس الايه؟ السايز. طب يبقى الجل ليهم نفس البي جي اس ولا لا؟ ليهم نفس البي جي اس، نفس البي تي وكل حاجه، يبقى يحصل ايه على طول؟ الاي اوتبوت يبقى اي اوتبوت هيساوي مين على طول؟ اي مش كده؟ هو الاي ريفرنس. طب لو عايز اضربه في ريشيو اعمل ايه على طول؟ ها؟ اغير مين؟ الاريا بتاعتي، اغير الدبليو اوفر ال الاثنين ريلاتيف لمين؟ الدبليو اوفر ال واحد مش كده؟ جبت المعادله دي منين؟ ها؟ اكتب المعادله دي للتو ترانزستورز واقسمهم على بعض يحصل ايه على طول؟ الترم اللي هو بي جي اس ماينس بي دي تربيع هيكنسل بعضه فيبقى لك بس دبليو اوفر ال اثنين على ايه؟ على دبليو اوفر ال واحد. تمام؟ نفس اللي عملناه هناك لو تفتكروا البايبولر حول لك الكرنت انتوا ايه؟ اللوغاريتميك فولتج صح؟ وبعد كده انتقلت تاني لايه؟ بالاكسبوننشال للينير كارنت. هنا نفس الكلام بس كوادراتيك بقى. خدي بالكم الكارنت اتحول فولتج ايه؟ بالسكوير روت صح؟ يعني فولتج سكوير روت الريفرنس كارنت والفولتج بقى كده دخل على الجيت يحصل له ايه؟ سكويرنج تاني ترجع لك لينير في الكارنت. يبقى نفس الايه؟ نفس الكونسبت بتاع الميرور في الباي بولر بالظبط. طيب الار اوت طبعا خلاص اتكلمنا عليه قبل كده، الكومبلاينس اتكلمنا عليه ان الكومبلاينس بتاع ده البي دي اس لازم تبقى ايه؟ اكبر من البي جي اس ماينس بي دي عشان يفضل ساتوريشن. وطبعا كل ما هتزود ال يحصل ايه للار اوت بتاعتك؟ ها؟ ال الصغيره الار اوت بتاعتها تبقى ايه؟ عاليه. هتكبر ال يحصل ايه للار اوت؟ هتتحسن او هتزيد كده. تمام. طبعا الجزء بقى اللي لسه ما اتكلمناش عليه اللي هو ايه؟ الريفرنس هنا هيبقى فانكشن مين؟ في دي دي ماينس في جي اس على ار. لو عايز احسب قيمته اقدر اعوض معادلات ولا لا؟ يعني اي ريفرنس هو في دي دي ماينس في جي اس على ار واقدر اكتبه من الكوادراتيك ايكويشن اللي هو في على مين؟ في جي اس ماينس في تي. احل بس المعادله دي تبقى الكوادراتيك ايكويشن في مين؟ في في جي اس. فطبعا على طول من قبل ما احل المعادله الاي ريفرنس هيطلع فانكشن في مين؟ في كل الترمات دي في البروسس مش كده؟ وفي ايه؟ وفي سبلاي وبرضه في تمبرتشر. تمام؟ لسه الجزء المفروض اللي لسه ما اتكلمناش عليه اللي هو ازاي اجنريت ازاي بس اشيل الريزستور دي واحط ايه؟ ريفرنس اللي هو الجولدن كارنت اللي اتكلمنا عليه. قبل ما نشوف الخطوه الاخيره دي تعالوا نشوف اخر ايه؟ تعديل في الموست كارنت ميرورز برضه عشان نحاول نحسن بعض الكاركترستكس بتاعتها. ايه بقى اللي عملناه هناك؟ اللي عملناه هناك شبه مين البرانش اللي على اليمين ده؟ شبه الكاسكود. فاكرين الكاسكود استعملناه في امبليفايرز صح؟ استعملناه لاغراض ايه؟ هنا عالي الجيم عالي الاوتبوت صح؟ نفس الكلام هنا مش الترانزستور اللي انا ضفته ده اللي فوق ام 2 اذا كاسكود ديفايس طب عمل ايه في الار اوتبوت بتاع الكارنت سورس ده؟ ها بالظبط كده. لو جيت ابص على الار اوتبوت من هنا مش كده؟ طبعا الجزء ده مش هيفرق، الجزء اللي على الشمال ده مش هيفرق معاك حاجه صح؟ ده جنريتر بايس فولتج فيبقى انت شايف ايه على طول؟ ها ام 2 ده هتشيله وتحط بداله ايه؟ ار او 2 مش كده؟ بص على الار او اللي فوق يبقى كان عندك ترانزستور جنريتد من تحت الايه؟ وار او 2 يبقى الاوتبوت دي اسمها عاليه جدا صح؟ تبقى ار او 2 زائد ار او فوق زائد ايه؟ ار او ار او جي ام بتاع ايه؟ الكاسكود. يبقى يو مالتبلايت الار او بجي ام ار او كام؟ يبقى انت عديت قوي الاوتبوت ايه؟ الاوتبوت ريزيستنس بتاع ايه؟ طيب خسرت في الكومبلاينس ولا لا؟ ها؟ خسرنا في الكومبلاينس طبعا. ليه خسرنا؟ دلوقتي لازم كام ترانزستور يبقى ساتوريشن هنا؟ بالظبط لازم الاثنين يبقوا ساتوريشن ام 2 والايه؟ والكاسكود. طب يبقى المينيمم فولتج هيبقى مين؟ ها؟ لازم البي دي اس دي تبقى كفايه ان هو يبقى في ساتوريشن زائد ايه؟ البي دي اس بتاع ده تبقى كفايه ان هو يبقى في ساتوريشن مش كده؟
فيبقى طبعا هي الكلام ده فانكشن في مين؟ في البي بي اللي انا حاططها هنا، لان البي بي كل ما هقللها هتعمل ايه في البي دي اس ده؟ هتقلله هي كمان صح؟ مش انت عندك هنا بي جي اس معينه؟ يعني الترانزستور ده مش هنا من هنا لهنا في بي جي اس معينه؟ البي جي اس فانكشن في مين؟ في الكارنت وفي السايز. فكل ما هتقلل البي بي هيحصل ايه؟ البي دي اس بتاعتك اتنين هتقل هتقل لحد ما توصل للمينيمم بتاعها اللي هو مين؟ اللي هو البي دي اسات بتاع مين؟ ام 2 دي المينيمم. خلاص لو انت حطيته على المينيمم يبقى هنا كام؟ في بي دي اسات بتاعت ام 2. طب وبعد كده يبقى قال مين بقى هنا؟ زائد بي دي اسات بتاع مين؟ ام كاسكول اللي هو فوق. يبقى انت عليت الكومبلاينس فولتج كومبيرد لايه؟ للسنجل ترانزستور. بس طبعا استفدت. طيب ايه الفرق ما بين العمليات هنا وهنا؟ ده كاسكول برضه ولا لا؟ كاسكول برضه مش كده؟ لو جيت ابص على الار او هي هي مش هي؟ ها؟ هي هي مش كده؟ هو الفرق بين دي ايه بس؟ ان انا زودت الدايركت كونكت ترانزستور اضافي يجيب لي مين؟ يجيب لي الفي بي صح؟ بس الميرورنج من هنا لهنا ما زال ايه؟ ما زال قائم نفس الميرورنج اللي اتكلمنا عليه قبل كده صح؟ طب ايه الفرق؟ بس في فرق واحد بقى بين الاثنين، ايه هو؟ يعني الترانزستور اللي انا زودته ده الجديد هنرسمها على السريع على الفرق بينهم ايه دلوقتي؟ مسمينه ايه بس عشان يبقى ام 1 وام 2 هنفرض ام 3 وام 4. طيب ايه الفرق دلوقتي؟ في بي اللي كانت هنا مش كده؟ انا مجرد بس حطيت انذر دايركت كونكتر ترانزستور عشان يجنريت الفي بي صح؟ طب فاكرين احنا كنا لسه بنتكلم في الميرورنج ما بين هنا لهنا. قلنا ليه الكارنت ده بيساوي الكارنت ده؟ لان الترانزستور في ساتوريشن فالكارنت معتمد على مين؟ على في جي اس بس مش كده؟ وقلنا بالدليل الكارنت ده بيساوي الكارنت ده. طب بس في الحقيقه مش برضه لو في فاينايت اوتبوت امبيدنس من الدي سي اي بي كيرف بتاع الترانزستور مش برضه هيبقى فانكشن في مين؟ في البي دي اس ولا لا؟ صح ولا لا؟ فانكشن في البي دي اس. طيب هل الدايره الاولى يعني لو بقيت الدايره الاولى حتى الدايره البسيطه دي كنا بنتكلم عليها قبل كده هل دي بتجارنتي ان البي دي اس بتاع الترانزستور اللي على الشمال يساوي البي دي اس بتاع الترانزستور اللي على اليمين؟ يعني الدايره دي مش بتجارانتي ان البي دي اس يساوي البي دي اس، دي ممكن البي دي اس تساوي اي حاجه صح؟ طب ايه اللي هو عمله هنا ممكن يساعد؟ انا بفكر فيها كده. مين اللي هيحدد البي دي اس بتاع الام 1 والبي دي اس بتاع الام 2؟ ها؟ ما السورس جراوند بين البي دي والبي دي، مين اللي هيحددهم بقى؟ تعال بص كده على التو ترانزستور بقى اللي فوقيهم. مش ده ماشي فيه نفس الكارنت بتاع ده؟ تقريبا هنفترض ان الكارنت واحده صح ولا لا؟ انا هحاول اجيبه نفس الكارنت دلوقتي. لو الكارنت هنا زي الكارنت هنا. طب لو انا اخترت السايز بتاع ام 3 يساوي السايز بتاع ام 4. يبقى ايه العلاقه بين البي جي اس بتاعت ام 3 والبي جي اس بتاعت ام 4؟ لازم يبقوا متساويين مش كده؟ طب مش هم ليهم نفس الجيت فولتج ولا لا؟ يبقى نفس الجيت فولتج. يبقى البي جي اس اللي هي فين؟ اللي هي دي ودي البي جي اس اهي صح؟ يبقى انا لو البي جي اس بتساوي البي جي اس والبي والجيت فولتج واحده يبقى الدريت فولتج على طول هم متساويين. يبقى الدايره دي فورس بي دي اس بتاعت ام 1 انها تساوي بي دي اس بتاعت ام 2 مش كده؟ يبقى هتبقى مور اكيوريت ميرورنج ولا لا؟ هتبقى ماتش مور اكيوريت ميرورنج. ليه؟ لان حتى لو الترانزستور ده الكيرف بتاعه عامل كده وفي فاينايت سلوب هنا مع البي دي اس
يبقى الكرنت هنا بالظبط ايه؟ زي ما هو. خلاص يبقى الميزه هنا زي ما قلنا ايه؟ ان اي ام 3 تساوي احنا فاضيين منها تساوي اي ام 4 يبقى بالتالي ايه؟ بي جي اس 3 هتساوي بي جي اس 4 مش كده من المعادله الكوادراتيك يبقى بالتالي بي دي اس ام 1 هتساوي بي دي اس ايه؟ ام خلاص يبقى انت الجارانتي ان ايه؟ ان انت تنيرو الكرنت فيري اكيوريت عشان كده احنا كاتبين هنا ايه؟ امبروف اكيوريسي يعني هي نفس الاوتبوت امبيدنس بتاعت السكود اللي جنبها خلاص ونفس الـ يعني لا الحقيقه كومبلاينس اسوء بقى يعني ليه كومبلاينس بقى اسوء هنا؟ ها؟ فاكرين اللي قبلها احنا حطينا ايه؟ انذر ديفايس هنا كده صح؟ وقلنا المينيمم هنا كان كام؟ بي دي اس سات زائد بي دي اس سات مش كده؟ يعني احنا افترضنا ان ده اقدر انزل البي بي لحد ما ده يوصل لمين؟ لبي دي اس سات مش كده؟ البي دي اس سات بتساوي ايه؟ بتاعت ده هتساوي البي جي اس بتاعته ماينس ايه؟ ماينس بي تي مش كده؟ طيب فيبقى هنا عندي بي دي اس سات زائد بي دي اس سات تعالوا نشوف دي بقى ها؟ هنا مش ده بيتحدد اوتوماتيكلي ولا لا؟ ده بيساوي ايه هنا؟ هل ده ممكن ينزل لحد بي دي اس سات؟ امال ده مين يحدده؟ يتحدد من الناحيه دي صح؟ مش ده لازم يساوي ده؟ طب هو ده بيساوي ايه؟ مش ده مش بي دي اس 1 بتساوي ايه؟ بي جي اس 1 ولا لا؟ بتساوي بي جي اس 1 صح كده؟ هي من هنا مش دي بي جي اس 1 هي بي دي اس 1 ولا لا؟ واللوب دي محدده لك ان ده لازم يساوي ده يبقى الحته دي بتساوي كام على طول؟ يبقى بي دي اس 2 لازم تساوي مين؟ بي جي اس 1 يبقى مين اسوأ؟ ها؟ يبقى الكومباينس هنا اعلى ولا لا؟ الكومباينس فولتج هنا اعلى لان بدل ما هنا كنت تقدر تخلي دي بي جي اس ماينس بي تي غصب عنك هنا دي بتساوي كام؟ بي جي اس يبقى ده يبقى بي تي اعلى من مين؟ من ده صح؟ يبقى جبنا المينيمم بتاع ده يبقى عشان اجيب الكومبلاينس هيبقى المينيمم بتاع ده زائد مين كمان؟ زائد ده طب ده ممكن ينزل لحد كام؟ بي دي اس بتاع العاديه بتاعته مش كده؟ يبقى الكومبلاينس هنا يبقى البي كومبلاينس هتساوي البي دي اس سات على ام 4 اللي هو ده زائد الفولتج ده اللي هو مين؟ اللي هو بي جي اس 1 تمام بينما هنا البي كومبلاينس هتساوي ايه؟ بي دي اس ده زائد ايه؟ ممكن نكتب اكتر من 2 بي دي اس زائد تمام واضحه كده الفروق بين الايه؟ الكارنت ميرورز يبقى احنا كده غطينا كل انواع الكارنت ميرورز اللي هي ايه؟ الماس والبايبولر وشفنا اتكلمنا على اهم حاجتين فيهم اللي هم الكومبلاينس والاوت امبيدنس مش كده؟ واتكلمنا ازاي تعمل ميرورنج صح ازاي تغير الريشيو بتاعت الميرورنج اتكلمنا على البيتا هيلبر عشان تقليميت الايه؟ الايرور كيرف هو الاي اي كمان ثلاثه تساوي اي ام 4 في انهي هنا؟ هنا ما احنا عارفين ان انت دلوقتي انت حاطط كله ايدنتيكال سايزز صح؟ انت بتحاول تميرور الكارت مش كده؟ فهي الحقيقه فيها سنة ابروكسيميشن ان انا طالب اصلا ان البي جي اس بيساوي بي جي اس فيبقى الكارت بيساوي الكارت يعني. فاهم قصدي؟ احنا فارضين ان ايه؟ ان طالما الناحيتين ايدنتيكال انت لقيت دلوقتي الدايره دي بتفورس الحاجتين بتفورس ان الكارت يبقى متساوي وفي نفس الوقت الترانزستورز اللي فوق بتفورس نفس الايه؟ نفس البي جي اس فبالتالي هتلاقي الكارت ايه؟ اكزاكتلي بيساوي الكارت. تمام؟ هو 2 بي دي اس 2 عشان يعني الترانزستور سايدنتيكال انا قلت ان الترانزستور سايدنتيكال يعني انت عايز تبقى صح ان ايه؟ بي دي اس سات ام اللي فوق زائد بي دي اس سات ام اللي تحت. اثنين مجازا يعني ان هم ايه؟ الاثنين ايدنتيكال. طيب ناقص حاجه واحده بقى ما اتكلمناش عليها اللي هي ايه بقى؟ مشكله السنسيتيفيتي بالظبط كده مشكله السنسيتيفيتي صح؟ يعني احنا اتكلمنا ازاي نعمل الكارت
وعندك نقطات كتيره جدا. النقطات دي ممكن اودي واحد الامبليفاير، واحد الاوسيليتور، واحد اي دايره عندي في الايه في الشيب بتاعتي، مش كده؟ طيب انما هجيب بقى الريفرنس اللي هو اندبندنت عن السبلاي ازاي بقى؟ هو ده السؤال اللي اسمها ايه؟ ما جاوبناش عليه، مش كده؟ هنعملها ازاي بقى؟ هنستغل ايه بقى؟ هنستعمل ايه؟ الاوبن ابلكيشنز بقى اللي احنا اتكلمنا عليها في الفيلم اللي فات. هنعمله ازاي؟ هنبص على السيركت البسيطه دي. ايه السيركت دي؟ عندي اوب ام صح؟ ده انا افترض هو اي اوب ام الجين عندي انفينيت جين. طيب الاوب ام لو عنده انفينيت جين وعنده عليه نيجاتيف فيدباك يبقى ايه الاقع على طول بالبي بلس وبي ماينس؟ لازم يسوي بعض اللوب هاد فورس ان بي بلس تساوي ايه؟ بي ماينس. طب هل الاوب ام ده عليه نيجاتيف فيدباك ولا لا؟ بصوا عليه كده. انا بفيدباك على اي تيرم من هنا؟ البوزيتيف. بس قبل ما بفيدباك بعدي السيجنال على ايه؟ بالظبط كده بعديها على الستيج دي صح؟ الستيج دي عباره عن ايه؟ كومن ايه؟ اتس كومن سورس امبليفاير مش كده؟ بس في ماس كومن سورس. طب الكومن سورس دي بتديك جين نيجاتيف ولا لا؟ يعني من هنا لهنا الاقي جين نيجاتيف. قيمه الجين النيجاتيف ده قد ايه؟ نيجاتيف جي ام في الايه؟ في الار صح؟ طب يبقى الاوفرول لوب جين نيجاتيف ولا لا؟ يعني هنا هنا كده تبقى نيجاتيف ولا لا؟ نيجاتيف. يبقى الاوفرول لوب جين نيجاتيف صح كده؟ طيب يبقى لو الكلام ده فالت يبقى ايه العلاقه بين بي بلس وبي ماينس؟ هو تساويين. طيب فلو بي ريفرنس دي اذا كونستنت فولتج خلاص انا افترضت دلوقتي ان انا هجيبها من السيركت اللي بتبقى عليها هنسميها ايه؟ باند جاب سيركت تقدر تجنريت فيها فولتج ما تتغيرش مع اي حاجه. الفولتج ده هيتقل لك فين على طول؟ على البي بلس. طب بمعنى كده الكرنت اللي ماشي في الار دي قيمته هي كام؟ بيرفرنس على ايه؟ بيرفرنس على الار مش كده؟ طب يبقى الكرنت ده كده ثابت ولا اتغير مع اي حاجه؟ ثابت. يبقى لو انا عرفت ادي دايره اللي هي اسمها باند جاب سيركت دي تجنريت ا فولتج ذات از انسنسيف لاي حاجه يبقى الدايره دي قدرت تحوله لي من فولتج لايه؟ لكارنت ولا لا؟ قدرت تحوله من فولتج لكارنت. طيب ازاي بقى هستفيد من الكارنت ده؟ هو ده الكارنت اللي هعمله ايه بعد كده؟ اللي هعمله ميرور. هعمله ميرور ازاي؟ مش لو انا خدت البيت فولتج بتاع البيموس ترانزستور ده مش ده شغال في الساتوريشن ريجن ولا لا؟ لان هو امبليفاير اكيد شغال فين؟ في الساتوريشن. هاخد البيت فولتج ده ادخله على ديفايس ثاني مش اللي انا لازم فوق ميرور ولا لا؟ ميرور. بس انا ممكن اعمله ان موس ميرور بقى ليه؟ بي موس ميرور. مش الاثنين دول عندهم نفس البي جي اس ولا لا؟ ها؟ لو طلبت ان السايز هو هو او في ريشيو ام زي ما احنا راسمين يبقى هميرور على طول. قارن الكرنت بتكتب كام على طول؟ ام دي ريفرنس على ايه؟ على يبقى كده عرفت اجيب كرنت انسنسيف ولا لا؟ عرفت اجيب ايه؟ كرنت انسنسيف لاي حاجه للبروسس فاريشنز temperature variation و ايه؟ supply variation. طب اخد بقى الكلام ده واعمل بيه ايه بعد كده؟ ادخله بقى على الميرورز اللي احنا لسه عاملين نتكلم عليها دلوقتي مش كده؟ اعمله بقى كل دايره اخد من الكلام ده اعمله من هنا وادخل لايه؟ امبليفاير نمبر 1 امبليفاير نمبر 2 وهكذا. تمام؟ هو الفي ريفرنس جاي من البراند جاب. طب يبقى انا ليه وصلته بان؟ انا وصل الجاب على طول هي الست بتاعتي. لا ما انت السيركت دي مالهاش لازمه عشان الكارت. دي اول حاجه. ثانيا انت عايز الكارت ده يمشي فين؟ عشان تعرف تديره انت عايز يمشي كله في اي ترانزستور؟ في البي موس ترانزستور. فلو الكارت للترانزستور مشي شمال في حته ثانيه يعني الميزه هنا ان الكارت للترانزستور كله طالع فين؟ كله طالع فوق مفيش حاجه منه داخله فين؟ مفيش اي جزء منه الكارت ده كله طالع فين؟ في الترانزستور فوق مفيش اي حاجه جايه منه فين؟ هنا لان الار ان ايه؟ انفنت. تمام؟ ما احنا اول سلايد ناسي اول سلايد؟ ها لو رجعنا لاول سلايد تاني لو عملنا زي ما بتقولي بايسنج الفولتج هيحصل ايه؟ افترض ان الفولتج ده ثابت خلاص ان سي بي دي خلاص الكلام صح؟ فهنا ما عادش في بي دي لسه في تمبرشر وبوس ولا هنا؟ وهنا برضه لسه في ايه؟ تمبرشر وبوس. تمام؟ عايز
ال جاليك في الباك اند فين ده الام ان برو موصل له فيدباك على البوزيتيف تيرمينال بس الفكره انك قبل ما ترجع السيجنال على البوزيتيف تيرمينال ردها في ايه؟ تجي نيجاتيف اللي هو بتاع مين؟ بتاع الكومن انفيتر ده مش ده الكومن سورس يعني هتدخل ليه بتاع الجيت وتاخده منين؟ من الدرين فهيتضرب على طول في جي ام ايه؟ اه بس الاشاره نيجاتيف فيبقى هو خد نيجاتيف قبل ما يرجع عليه والنيجاتيف اللي فوق ديت اللي هي بتاعت الايه؟ مش فارقه دي داخله على ايه؟ على ريفرنس ده مش في لوب صح خلاص وصلت تمام هي السيرفر في ريفرنس ده معناه ده بعد كده شهر ده مور ادفانسد شويه دي اللي هي سميناها اللانج جاب سيركت خلاص هي بتتكلموا بعد كده ازاي بقى ديزاين سيركت تديك فولتج ما يتغيرش بقى مع البوست ولا التمبشر ولا ايه بس بلا ماشي في الحاله دي هو الايه انت ده اللي طلعت اللي هنا ده خلاص وتقعدي تمشي البوتنشال ده وتعملي اي ميرورز بقى انت عايزها تمام طبعا انا رسمه هنا من فوق طب افرض عايز اكتب الكارت ده تحت اعمل ايه؟ يعني انا جبت الكارت اهو بس الكارت ده نازل من السبلاي في السيركت لو عايز اقلبه اعمل ايه؟ هل ممكن استعمل تيم ميرورز ولا لا؟ مش ممكن ده يبقى هو هاي ريفرنس اللي كان داخل لي في السيركت اللي كنا بنتكلم عليها في السلايدز اللي فاتت طيب يبقى لو دخلته في الان موس ميرور يبقى اعمله من فوق لتحت ولا لا؟ بعرف اعكس البولاريتي بتاعتي. يبقى انا هنا ممكن اديله الكرنت يسورس للدايره من فوق ولو دخلته على السيركس اللي كنا بنتكلم عليه من شويه اعمله الكرنت ايه؟ يسينك من الدايره صح؟ فاقدر اعمل التو سايدز. تمام؟ نطرح الفولتجز اللي داخله مظبوط ما انت داخل ريفرنس وداخل فيه باك فولتج. لا مش فاهم قصدك ايه ان احنا لما كنا بنرتب الفولتج مثلا على سورس كنا بنقول ان الفولتج الكبيره هيبقى شيء في ايه نقص كبيره في صح؟ يعني خدنا الديفرنس طب ما انت هنا الاب اكس ده معدته ايه؟ الاب بتاعه بيساوي جيم في بلس ناقص في ماينس فهو اوتوماتيك اللي هو بيطرح الاثنين وبيعمل في جيم عادي صح؟ بس في بلس اصلا فيها ليه؟ ماشي ما انت هنا ما بتضربش افكتيف جوه الواقع اللي كنا بنعمله زمان ان احنا كنا بناخد الاوتبوت وفيدباك على النيجاتيف صح؟ فما فيش حاجه في السكه بتضرب في النيجاتيف بس انت هنا عملت ايه؟ ضربتها في نيجاتيف في حته ثانيه في اللوب مش فارقه المهم الاوفرول ايه مع بعضه صح؟ الهاي ريفرنس احنا ليه؟ ليه جابها على النيجاتيف؟ كلام مظبوط كلام موجود بس الحقيقه اللي بيحصل لو انت عايز بقى فيري بريسايز كارت بتستعمل ريزيستور بنسميها بريسيجن ريزيستور ريزيستور ممكن تبقى اوف تشيك حتى تبقى ما بتتغيرش خالص مع الدمج بس لو انت عملتها زي ما انت بتقول كلام صح عملتها بريسيستور على تشيك ممكن برضه تبقى فانكشن في الايه؟ في الدمج شويه ما لو كان بيعمل على دي اس كمان ممكن تشيل ده وتعمل بداله ايه؟ الكاسكود الكارنت سورس زي اللي عملنا الكاسكود الكارنت ميرور بس بدل ما كانت تعمله برضه دي نفس الفكره تمام؟ هي سنه ثانيه